اهلا وسهلا اصدقائي، تحياتي. في ظل التطور التكنولوجي والرقمنه والعولمه، كل شيء حوالينا بيتغير بما فيها القطاع المالي. في تطبيق اسمه سوروس، من خلاله بامكانك تفتح بنك اكاونت اونلاين بدون الحاجه ما انك تروح لهاي البنوك تصطف طابور وتجيب اثباتات وتفتح حساب بنك. التطبيق هذا طبعا متاح في كل العالم، وخاصه المغتربين في اوروبا وبالتحديد بريطانيا. طبعا التقنيه والتكنولوجيا موجوده انك تفتح حساب بنك اونلاين، لكن في شويه شغلات بتميز هذا التطبيق عن غيره. طبعا هذا بفيد الناس اللي هو جايين على مثلا بريطانيا جديد وبدهم يفتحوا حساب بنكي لاسباب مختلفه. وفي كمان ميزه حلوه انك بامكانك تحول مبلغ مالي من حساب لحساب عن طريق اللي هو تعمل تاتشنج بالموبايلات، والشركه كمان بامكانها انها تبعث لك كارت، تختار الكارت والتصميم اللي بدك اياه. احد فوائد هذا التطبيق انه بامكانكم تو اكسس يور اكاونت اونلاين، انه تدخلوا على حسابك اونلاين تعمل تحويلات اللي بدك اياها بدون الحاجه انك تروح على بنك. تطبيق سورس اصدقائي يعني سهل استخدامه، بتنزل التطبيق وبتعمل اكاونت يوزر نيم باسورد، وسيمبل مش معقد كتير. تطبيق سورس متوفر على متجر أبل ومتجر جوجل، والشرط أنك تكون أكبر من 16 سنة في بريطانيا وأكبر من 18 سنة في منطقة الاتحاد الأوروبي. تطبيق سورس متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والشركة حاصلة على ترخيص من جهات حكومية وإسلامية في بريطانيا. بالإمكان فتح حساب جاري تجاري إسلامي أو حساب جاري تجاري منتظم. شركة وير هولدينج اللي بتستخدم الفينتك اللي هي التكنولوجيا المالية، حريصة جدا على اتباع الوسائل القانونية لحماية نفسها وحماية حقوق العميل، وبتتبنى الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطور العالمي. التقيت شخصيا بالسيد خوسيه ميرينو، مدير الشركة اللي مقرها في لندن. Could you please give me some information about yourself and what's the platform that you are advocating for? First of all, Youssef, thank you very much for the opportunity to be here with me and asking these questions. Well, my name is Jose Marino. I'm the CEO of Rewire Holding. We are a fintech. Basically, we founded the company in December 2019. The market we were wanting to target is basically two big markets. One is the Hispanic market, which myself, I'm Hispanic, and I'm an immigrant too, okay? So the secondary market we want to target is the one we believe is just as well as my own market, being ignored by many in the fintech industry, many in the financial industry. And it's basically the Arab community, but more on the larger scale, the Muslim community is being ignored all over Europe. So coming back to the UK, which is where we have the head office here in London, we're actually here in Hyde Park right now. The platform we developed is top notch. It's fully in-house developed, security, we're PCI compliant, which is not an easy thing to get. We are Sharia compliant, so we have a sheikh who basically helped us all the way through the process to make sure that our platform is compliant with Sharia. إدارة سورس أعطونا هذا الريفرنس نمبر الكود، بإمكانكم تستخدموه في حال واجهتوا أي مشكلة تتعلق بحوالات، تتعلق بالتطبيق، بالأبليكيشن، أي شيء. وحتى هم يعرفوا وإحنا نعرف إنه أنتوا شفتوا هذا الفيديو واستفدتوا من هاي الخدمة. ما تنسوا سورس. حتى التقيكم في مكان جديد وزمان جديد ومعلومة جديدة. See you again.